السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتونا جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. والنهارده انا مغيره مكان التصوير مخصوص، والمكان اللي انا بقعد لكم فيه دايما، ورجعت لكم هنا عشان افكركم بفيديو من 3 سنين كده. فيديو كنت طالعاه كنتش فاهمه اي حاجه في الدنيا، لما اتفرجت على فيديو المغتربه في فرنسا ولقيت ست طالعه عماله تعيط وتصرخ وتصوت وتقول انا اعتزلت اليوتيوب، اهم حاجه ما تاذونيش وما تاذوش بناتي وما تاذوش ميسيو جانو. وانا اصلا ما كنتش فاهمه مين ميسيو جانو، انا كنت قاعده بتفرج على الفيديو كده وبسال نفسي هي الست دي طالعه منهاره ليه كده؟ هي بتعتزل اليوتيوب ليه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو ايه اللي حصل لها اصلا؟ يعني حتى لو تفتكروا الفيديو ده ورجعوا له من 3 سنين هتلاقوني طول الفيديو وانا بسال، يعني الفيديو كان عباره عن اسئله ليا، كنت بقول لكم هي مين دي وفي ايه اللي حصل لها ومين الناس اللي مضايقينها كده ومين الراجل اللي قاعد جنبيها ده؟ ما كنتش فاهمه اي حاجه في الدنيا. تمر السنين وثلاث سنين عدت، ويعني اكني لسه بقرا قصه كده، يعني انا ممكن اقعد في قصه سنه كامله قاعده بقرا فيها، ولكن القصه اللي احنا فيها دي استمرت معايا 3 سنين، واظن كل متابعيني على قنواتي من 3 سنين يعني عصروا الموضوع كله. ويا ما شفنا ايام في ال3 سنين دي، ايام عياط وايام فرح وايام حزن وايام نطلع فيها غضبانين وبنشتم وبنزعق وبنعمل، وايام نطلع فيها منتصرين وفرحانين. 3 سنين عمالين شمال ويمين وعمالين نروح ونيجي، 3 سنين والقصة لسه ما خلصتش. تمر الايام وتمر السنين رغم كل يعني الاحداث اللي حصلت في القصة دي، احنا دلوقتي بنأرخ الموضوع. يعني بصوا، يعني احنا دلوقتي مؤرخين للتاريخ، مؤرخين للقصة بتاعت مغتربة في فرنسا من 3 سنين، احنا كلنا كده شهود عيان عليها، بقالنا 3 سنين بنحكي في الموضوع ده، و3 سنين فاتحين القضية دي، و3 سنين تظهر ناس وتختفي ناس ويظهر احداث وتنتهي احداث، وما زلنا قاعدين مكملين فيها رغم كل الاتهامات، رغم كل النصائب اللي احنا شفناها، رغم كل اللي احنا تعرضنا له من إهانة من كل حاجة. يعني انتوا شهود عيان على القصة من أولها لآخرها، كلنا متمرمطين مع بعض في القصة دي من 3 سنين. تلف الأيام وتدور وتلف السنين ونرجع بعد 3 سنين لنفس المكان تاني، ونتفاجئ بفيديو تاني المغتربة في فرنسا بقرار اعتزالها بعد 3 سنين. ايه اللي حصل قبل 3 سنين؟ انا ما كنتش فاهمه ايه اللي حصل، لكن بعد 3 سنين الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما انا لو ما فهمتش بعد 3 سنين يبقى المشكله فيا انا. بعد 3 سنين انا فاهمه الست دي وفاهمه ايه اللي حصل لها وفاهمه الضغوط والظروف اللي هي جواها. مش هقول لكم بقى قنوات الصرف الصحي ولا اللي بيعملوه فيها ولا اذيتها على ارض الواقع ولا كل اللي تعرضت ليه، لا 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 لا، انا عارفه ان الناس دي اقل بكتير جدا من انهم يأثروا في شخصية زي مغتربة، الشخصية القوية العنيدة اللي ربت بنتين لوحدها في الغربة، كانت بصوا راجل وست في نفس الوقت. فالشخصية القوية دي مش الناس دي اللي تأثر فيها، لا يمكن. انا فاهمة الست دي ايه اللي حصل لها وايه النفسية اللي هي بتمر بيها، الحالة النفسية اللي هي بتمر بيها والضغوط اللي هي وقع تحتيها. طبعا احنا كلنا عصرنا معاها موضوع ميسيو جانو، الراجل الطيب الغلبان اللي ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، اللي تحول لأيقونة خلاص في حياتنا. يعني قصته أي نعم اتقفلت، ولكن ما زال في قلوبنا كلنا. الراجل ده يعني من ساعة هي ما دخلت القصة بتاعته ومن ساعة موضوع إسلامه وحياتها اتقلبت رأسا على عقب. يمكن أنا شفت الست دي من 3 سنين أشبه بالغريق اللي بيعوم في بحر واسع والدنيا ضلمة ومش شايف حاجة قصاده، وشايله ميسيو جانو على كتفها وماشيه عماله تقدف شمال ويمين، وما هياش عارفه هي رايحه فين ولا جايه منين ولا عارفه توصل للبر ولا حتى شايفاه من الضلمه اللي فيها، وبحر طويل قصادها وعماله تعوم وتروح يمين وتروح شمال، وما كانتش فاهمه اصلا ايه اللي بيحصل لها ولا بتتحارب ليه ولا ايه اللي حاصل باسلام ميسيو جانو. ما كانتش عارفه اي حاجه، كل اللي هي كانت عارفاه انها بتتاذي وخلاص من مجهول، ما هياش شايفه حتى مين اللي بيأذيها، ومشي عمالة تقدف يا عيني، وانا ظهرت لها كده في النص يعني في وسط البحر كده، ونورت لها بكشاف صغير كده وقلت لها اصبري البر اهو،
اصبري شويه كمان، يعني كنت بصيص امل ليها، بصيص نور كده، كنت بحاول اوضح لها الضوء واقول لها البر اهو اصبري. فعلى مدار 3 سنين الست دي اتحملت اللي محدش في الدنيا كلها يتحمله، اتحملت اذيه كبيره جدا في موضوع ميسيو جانو تحديدا. يعني كل اللي مر بيها بقى بعد كده، كل الاحداث اللي مرت بعد اسلام ميسيو جانو فكلها احداث متتابعه للموضوع ده ونتائج للموضوع ده تحديدا، لان قبل موضوع اسلام ميسيو جانو على ما اعتقد ان حياتها كانت مستقره وكانت فيديوهاتها عاديه جدا وما كانش في اي مشكله ولا كان في حد بيحاربها من اساسه، ولكن المشكله كلها بدات باسلام الراجل ده، ومن ساعتها وهي حطته على كتفها وفضلت ماشيه بيه لغايه ما وصلت الامانه لاخر حاجه. فهي دلوقتي في حالة نفسية يرثى لها، هي اي نعم هي اللي كانت بتخدمه، واي نعم هي اللي كانت شايلاه، واي نعم هو اللي كان محتاج لها، ولكن لو نبص للناحية التانية الناحية النفسية، الست دي حطت ميسيو جانو مكان والدها الله يرحمه، فيعني اللا شعور عندها بقى متعلق قوي بيه وحطته في مكان والدها الله يرحمه. يعني ما كانتش متوقعة انها تخسر والدها للمرة التانية. اي نعم الموت كلنا يعني علينا كلنا حق وكلنا عارفين ان دي نهايتنا، ولكن دايما بنبقى يعني مستبعدينه شوية، يعني مش شايفينه او مش حاطينه قصادنا وما بنتمناش ان احنا نشوفه في حد عزيز لينا. فالصدمة جات لها للمرة التانية، كانت يعني فاكرة بقى ان هو ده امان وسند وضهر ليها وزي الدفا كده في عز البرد، وكانت يعني بتروح تتكلم معاه، بتروح يطبطب عليها، يفيدها بخبرته، حاسه ان هو سند وضهر ليها، رغم ان هو كان لا حول ليه ولا قوه، ولكن كانت حاسه ان هو في مكان والدها، كانت حاسه بالامان والظهر والسند. فيعني لما افتقدته كانت الاول عقلها مش مستوعب ان هو ده حصل، مع الوقت بدات فعلا تدرك ان الراجل ده فعلا مشي من حياتها. بدأ الفراغ عندها يزيد، بدأ الوقت الفاضي يزيد، بدأت الوحدة عندها تزيد، بدأت ان هي مش عارفة هتتكلم مع مين، شايفة ياسمين وفيروز كل واحدة فيهم في اتجاه، وده اللي انا قلته قبل كده على فكرة، ولسه هينشغلوا زيادة، لان الحياة تلاهي يا جماعة، وكل واحد في اللي مكفيه وكل واحد عنده مشغولياته، وده اللي انا قلته قبل كده، وربنا يا رب يوفقهم في حياتهم، مش بنتمنى لهم اي حاجة ان تبقى حياتهم فاضية، ربنا يا رب يهنيهم في حياتهم. فهي حاسه بالوحده زياده وزياده. اي نعم هي كانت بتبقى تعبانه جدا ومش قادره تقوم من السرير، وكانت يا عيني تقوم غصب عنها عشان خاطر تعمل له الاكل وتروح ترتب له الشقه وتروح تضحكه لو نفسيته تعبانه، في عز ما كانت هي بيتها مخروب وحياتها النفسيه متدمره ومتبهدله، ولكنها كان في عندها هدف كان ابدا. فكان الهدف اللي وراها ده هو اللي كان بيخرجها بالحاله النفسيه اللي هي فيها. زي ما تقولوا كده ايه، مثلا انا كنت تعبانه قوي ومش قادره اتحرك من السرير، لكن ابني عنده موعد امتحان، هل هفضل نايمه في السرير ومستسلمه للمرض؟ لا، ده انا ورايا هدف، ده انا امتحان ابني مش هيتكرر، انا ممكن اخف بعديها او عني ما خفيت حتى، ولكن امتحان ابني هو اهم ما في الدنيا كلها، اقوم واجري واعمل وارتب له حاجته ومش عارف ايه. هي كانت نفس الوضع كده، كان اهم حاجه عندها الهدف اللي هي رايحاله حتى لو على حساب نفسها. ففضلت سنين مشغولة في الهدف دون، دلوقتي الهدف ده راح، فهي دلوقتي لسه مستوعبة الصدمة اللي هي فيها، فحاسة بفراغ، حاسة بوحدة، حاسة بحزن، حاسة ان ظهرها اتكسر، حاسة السند والامان والظهر والايد اللي كانت بتطبطب عليها راحت خلاص، فبقت في حالة نفسية وحشة جدا جدا جدا. الحالة النفسية اللي مخليها النهاردة تعلن قرار اعتزالها، مش عشان خاطر اللي بيأذوها على ارض الواقع ولا الكلام ده، لا لا لا، دول اقل بكتير جدا من انه يخلوها تتنازل عن حاجه هي بتحبها. انا شفت الست دي على الواقع وعارفه هي قد ايه بتحب جمهورها، ويعني شغلها الشاغل طول اليوم، هفكر في فكره ايه تعجب حبايبي، هطلع لحبايبي النهارده اقول لهم ايه، هعمل لهم ايه مثلا يفيدهم، فده كل دماغها وكل تفكيرها. فان هي بقى تاخد قرار زي ده وتبتدي ان هي تعتزل الدنيا، فانا شايفة ان دي بداية حالة اكتئاب للأسف، وانا زعلانة عشانك ان انت توصلي لحالة زي دي. ولكن لو كل واحد فينا فقد عزيز او غالي، انسحب من الدنيا وبعد عن الحياة واعتزل الدنيا، محدش هيعيش، محدش هيعيش بعد اي عزيز ليه ما يفقده، يعني الدنيا كلها تبقى في حالة اكتئاب وفي حالة عزلة. من حقك تاخدي راحة، انت كمان
يعني مخاوفك من العملية واضحة جدا، يعني انت طالعة بتقولي في ناس بيموتوا بالبنج وادعولي، انت مرعوبة وخايفة، وده احساس طبيعي، وكلنا كلنا قبل ما بندخل العمليات بنبقى حاسين ان احنا مش هنخرج منها، ده احساس طبيعي. ولكن بعد ان شاء الله ما هتقومي من العملية وبعد ما هتفوقي هتلاقي الدنيا كلها اتغيرت معاكي، وهتلاقي نظرتك للدنيا اتغيرت. عيبك ان انت بتاخدي قرارات في حالة نفسية مش كويسة، فالقرارات بتطلع غلط، بعد الحالة النفسية ما بتروح بترجعي تاني في قرارك. ولكن في ناس بقى مرضى نفسيين بيفسروا دون على انه شو مشاهدات مش عارف ايه الكلام ده كله، طبعا في ناس كده عندها مرض نفسي، فدول ما ناخدش عليهم. ولكن مشكلتك انت تحديدا ان انت دايما متسرعة، يعني حتى في كلامك، يعني انت بتقولي الناس بتخاف عليا ان انا كل حاجة بحكيها، بيخافوا عليا لو انا مشيت في الشارع يقولوا لي اليافطة اللي وراكي ظهرت، بيخافوا عليا ان انا افتح فيديو اتكلم في اي حاجة يقولوا لي وقعتي بلسانك. ده حقيقي، يعني انت قلت ان انت عفوية وطيبة، ده حقيقي فعلا، ولكن فعلا مشكلتك ان انت ما بتعرفيش يبقى عندك كنترول. وفي ناس كده يا جماعة، في ناس كده فعلا، ومن ضمنهم امي على فكرة. ده مش عيب وحش في البني ادم، ده بيبقى البني ادم على نيته، يعني على فطرته السليمة. الدنيا ما لوثتوش بالخبث والمكر، وفي ناس مستنياني على الغلطة، وفي ناس عايزة تأذيني، وفي ناس مش عارف ايه، في ناس كده، في ناس كده عايشة الدنيا زي ما هي. يعني انا ممكن ماما وهي على الله تقول اي حاجة في الدنيا عادي جدا، ما فيش عندها خطوط حمراء، او انا مثلا بتكلم في ناس بتحبني، في ناس بتكرهني، في ناس مستنياني غلطة، في ناس كده على طبيعتهم ممكن يتكلموا عادي يقولوا اي حاجة. فمدام هناء من النوعية دي وامي من النوعية دي، ولكن مشكلتك يا مدام هناء ان انت يعني وحذرناكي منها كذا مرة، قلنا لك ما تتكلميش عن حاجة مستقبلية، اتكلمي في حاجة خلاص حصلت مش مشكلة، براحتك زي ما انت عايزة. ولكن انت مشكلتك ان انت ما انتش عايزة تخبي حاجة خالص عن جمهورك وعن حبايبك، عايزة تحكي لهم تفاصيل حياتك ثانية بثانية، ودي مشكلة، دي مشكلة تعرضك انت شخصيا لمشاكل. واي حد مش انت بس تحت الاضواء، حتى يعني لو ملوش يعني اعداء زي الاعداء بتوعك، ولكن ان حياتهم تبقى 24 ساعة حاكينها للناس، ده بيعرضهم لمخاطر. مشاهير، يا اما مشاهير في الدنيا تعرضوا لمصايب بسبب الموضوع ده، ما ينفعش. والا كانوا بيخلوا ليهم مدير اعمال ليه؟ عشان عارفه زلابيا فرمله مدير الاعمال من ضمن اعماله او من ضمن الاعمال اللي بيديرها هي كده، السيطره على الفنان، بيبقى الجمهور والاضواء وكل حاجه يعني الميكروسكوب عليه كده، فكل كلمه محسوبه. لو ما عرفش يعمل ده مش هيبقى فنان، ومش هينفع ان هو يتحط تحت الاضواء، هيودي نفسه في مصايب وهيودي الناس اللي حواليه في مصايب تانيه. فدي مهارة، معلش انت اتعلمتي حاجات اكبر من المهارة دي بكتير، اتعلمتي لغة، اتعلمتي السواقة، اخدتي الجنسية، ربيتي بناتك، عملتي حاجات اكبر بكتير من المهمة التافهة دي، انت ممكن تتعودي عليها بسهولة جدا. مش لازم تقول لهم خططك المستقبلية، مش لازم تقول لهم ان انت رايحة المكان الفلاني، مش لازم تقول لهم ان انت رايحة الميعاد الفلاني، قولي بعد ما الحاجة ما تتم، ما فيهاش مشكلة خالص، ممكن تمرني نفسك على الموضوع ده. لكن يعني مش معنى كده ان الناس عايزينك تحطي بلاستر وتطلعي في فيديو صامت، ما انت برضو طلعتي في فيديو صامت، يعني عملوا عليه فيديوهات برضو، ويعني بقوا بيحللوا تعبيرات وشك، فيعني ده العادي وده الطبيعي. الناس خايفة عليكي من حبها فيكي، وانت عارفة ومقدرة حب الناس ليكي قد ايه، فانت طالعة بتقولي انتوا ايه رأيكم، اعتزل اليوتيوب ولا اعمل ايه؟ انا عايزه اعيش حياتي في سلام وفي امان، وعايزه احس بسلام داخلي، وعايزه استمتع مع ولادي. اي نعم يعني مفيش احفاد دلوقتي، ولو جالي احفاد ممكن هم يجيبوا بيبي سيتر من الدوله ومش عارف ايه، ومش هيبقوا محتاجين لي. حلو، يعني انت بتجاوبي اهو عن نفسك، يعني انت بدل يعني الوحده دلوقتي ما هي 1%، لا انت هتخليها 99%. يعني انت بتقولي اليوتيوب بالنسبة لك مش ارباح ولا فلوس، اليوتيوب بالنسبة لك ان انت بتتنفسي، زي حالة والدتي اللي هو بتطلع تتكلم مع الناس، حاسة ان في حياة، حاسة ان في حد لسه مستنيها، في حد عايز ياخد رأيها في حاجة، في حد عايز يشوفها، عايزة تتكلم مع حد، حد يتواصل معها الخاص يبعت لها مشكلته، تحس ان في حياة. انت بقى عايزة تعملي ايه في نفسك؟ عايزة تعملي في نفسك زي ميسي وجانو في اواخر ايامه،
قفل شباك وباب على حياته وقاعد في البيت 24 ساعة، هتعمليها ازاي؟ هتعمليها ازاي؟ مش ممكن تعيدي قصة ميسيو جانو. ميسيو جانو ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، كان كبير جدا في السن، لكن انت لسه صغيرة، ازاي تقفلي على حياتك وتقفلي بابك وشباكك وتفضلي قاعدة في وحدة دامة؟ بتقولي عايزة اروح البحر يومين واقعد اكل على البحر من غير تصوير، ما تعملي كده. ايه علاقة ده باعتزالك اليوتيوب؟ ما تعملي كده. ايه فيها؟ صوري فيديوهاتك العادية سواء روتينات ولا فلوجات ولا اي حاجة، واخر اليوم خدي شنطتك في ايدك كده واطلعي على البحر واقعدي وكلي واعملي اللي انت عايزاه من غير تصوير يا ستي. انا بقيت لما اخرج ولادي يقولوا لي مش عايزين كاميرا، عايزين نقعد كده مبسوطين من غير تصوير ولا بتاع، عادي بقفل الكاميرا، ايه المشكلة؟ بس بكون قبلها مصورة في فيديوهاتي ومنزلاها. ايه فيها؟ ايه علاقة الحياة الشخصية بالشغل؟ معنى كده ان الموظف بقى اللي بيشتغل يقدم استقالته ويقعد على البحر بقيت عمره، ولا يقعد في اي حتة بعيد عن الشغل بقى طول الوقت. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، وصدقيني مش هتكوني مبسوطة. لو انبسطتي في الاول بعد كده الوحدة هتتضاعف. تخيلي جنة من غير ناس ما تنداس، هتفضلي قاعدة لوحدك؟ هل ده منطق؟ هل ده عقل؟ انا من الناس، انا بحب اقعد على البحر جدا واشرب فنجان القهوة، بس قد ايه؟ ساعة، ساعتين، يوم كامل، اوكي، لكن مش هعيش طول عمري كده. لا، انا لازم يكون ليا هدف للحياة، انا لازم اعمل حاجة في دنيتي، لازم انجح في حاجة. حرام الامبراطورية اللي انت بنيتيها في سنين تهديها في ثانية، في لحظة اكتئاب، في لحظة وحدة، في لحظة يأس. انا حاسة بيأس في كلامك، ودي حاجة احنا اتكلمنا عليها قبل كده انا وانتي. ما تيأسيش، خليكي واقفة على رجلك، خليكي ثابتة، ما تاخديش قرار في لحظة زي دي، قرارك مليون في المية هيطلع غلط. خدي الاجازة اللي انت عايزاه، انت كده كده داخلة على عملية، ربنا يا رب يشفيك ويعافيك ويقومك يا رب بمليون سلامة ويخليك لينا ويخليك لبناتك. هتاخدي اكيد فترة نقاء للعملية، بعد ما ترجعي من العملية انت نفسك هتبقي قاعدة زهقانة. انا في الفترة بتاعت الكورونا اللي جات لي كنت قاعدة في السرير طول الوقت، كنت بفرط، عايزة حاجة اشتغل فيها، عايزة اعمل اي حاجة، عايزة اقوم، عايزة اتحرك، قاعدة مخنوقة، مخنوقة بجد. اللي اتعود على الحركة وتعود على الشغل وتعود على الحياة ما يقدرش، ما يقدرش يعتزل الدنيا زي ما انت فاكرة او عايزة تعملي في نفسك، مش هتقدري. هتعتزل الدنيا ازاي وانت اصلا شخصية بتحب الضحك، بتحب الهزار، بتحب الناس؟ اطلعي في فيديوهاتك وقولي اللي انت عايزاه واعملي اللي انت عايزاه. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الحذر مطلوب، حذري، ولكن ما تقفليش حياتك، ما تأذيش نفسك، اي نعم، لكن ما تقفليش على نفسك برضو. ده اسمه موت بطيء، اللي انت عايزه تعمليه في نفسك ده اسمه موت بطيء. ولادك النهاردة انت بتقولي هروح اتعشى مع ياسمين، هروح عند فيروز، هروح مش عارف ايه، لو ده متاح دلوقتي مش هيبقى متاح بعدين، صدقيني. ياسمين ربنا يكرمها باطفال، مش هتبقى فاضيالك، سامحوني في الكلمة، مش هتبقى فاضيالك صدقيني، هتبقى انت حمل عليها، هتبقى انت حمل عليها، وانت هتحسي بنفسك وانت قاعدة عندها ان هي عايزة تشيل العيال، عايزة تعمل اكل، عايزة تروح تشتغل، عايزة مش هتبقى انت حمل زيادة عليها، هتبقى عايزة تقعد معاك، عايزة ترضيك، مش هتقدر، هتبقى بتقسمي فيها كده كذا حتة، هي عايزة ترضي الجميع ومش هتقدر، هتهلكيها. وفيروز ربنا يكرمها برضو ان شاء الله هتتجوز وتخلف، هتبقى نفس الوضع، محدش بقيلك ومحدش هيبقى فضيلك صدقيني. يعني انت يا ربوب عايزة تعمل ايه؟ اولا عايزة تعمل العملية، ده اهم من ده كله، وتقوم بمليون سلامة وتاخد بالها من صحتها. وياريتك كنت هنا في مصر، والله كنت انا اللي عملتلك الاكل كله وما كنت خليتك تتحركي. ده اول حاجة انا كنت عايزاها منك. تاني حاجة عايزاكي تاخدي فترة نقاهة للعملية ان شاء الله، وتقومي بمليون سلامة وترجعينا بكامل نشاطك وبكامل طاقتك. في جيوش محبينك، في ناس اقسم بالله بيكلموني ما بيفطروا غير لما انت بتعملي الفيديو الصبح وتشربي فنجان القهوه، يوم هم كمان جايبين الفطار بتاعهم وفنجان القهوه قاعدين يتفرجوا معاكي وياكلوا لانهم عايشين لوحدهم. في ناس كانوا بيعيطوا بالدموع عليكي لما انت بتكوني طالعه زعلانه او بتعيطي او بتعملي. في ناس كانت بتكلمني في الفجر
عشان مثلا يحذروني من كومنت ممكن يأذيكي، او يحذروني مش عارفه قناه مين قالت ايه وعملت ايه، وحذري ما تنام هنا. احنا خايفين، في ناس ممكن ما تنامش في الفجر اقسم بالله ويكلموني. انا بقيت اقفل النت بالليل قبل ما انام، لان فعلا من كتر خوفهم عليكي وحبهم فيكي ممكن يتصلوا بيا انا في الفجر. انا اقوم مفزوعه من النوم، اقول حد من اخواتي حصل له حاجه، امي حصل لها حاجه، اهل احمد فيهم حاجه. بقيت اقوم مفزوعه بجد من النوم، واللي تكلمني تقول لي على كومنت مثلا او على قناه او مش عارفه، انا مقدره خوفها عليكي، ولكن انا يعني انا بتفزع، متخيله؟ فالناس دي هتسيبيهم عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان تفضلي في وحده؟ خدي الاجازه اللي انت عايزاها براحتك، ولكن مش من حقك ان انت تعلقي الناس بيكي وبعدين تبعدي عنهم، وبعدين انت كده بتخذلين احنا. يعني انا واحده عشت في قصتك 3 سنين، يعني رافضه تماما ان دي تكون النهايه. لا يمكن تكون دي النهايه، النهايه تكون وتنزل كده نهايه الستاره كده، تنزل بانتصار الخير. دي النهايه اللي انا اقبلها، لان انا عمري ما قبلت الهزيمه في حياتي نهائي. ما بعرفش يعني ايه هزيمه، مش موجوده في قاموسي. لكن اقوم افشل في حاجه لكن انجح في مليون حاجه، وانجح في الحاجه اللي انا فشلت فيها. انا ما عنديش كلمه فشل ولا هزيمه، ما بتجيش في قاموسي، ما بعرفهاش وما بفهمهاش. ممكن تمر عليا لحظات يأس زي اللي بتمر عليكي بيها دي، زي اللي انت فيها دلوقتي. بتمر عليا لان انا بشر زي بقيه الناس، وغالبا بتمر عليا لحظات اليأس دي لما بفقد حد عزيز عليا. ممكن ادخل يعني في غيبوبه كمان وعقلي ما يبقاش مستوعب ان ده حصل، ولكن بعد فترة بفوق وبقوم وبعافر وبقتنع ان ده حصل خلاص. لا رد القضاء الله. فكلمة هزيمة ويأس لا ما تنفعش. النتيجة اللي احنا عايزينها واللي احنا مستحملين عشانها كل اللي احنا مرينا بيه ده 3 سنين، النتيجة اللي احنا عايزينها واللي احنا ترضينا احنا كجمهور، لان انا واحدة من جمهورك، اللي ترضيني الانتصار هو ده. الست دي تفضل في مكانها، الست دي تفضل على عرشها ملكة، الست دي تفضل في قناتها وفي محتواها ناجحة، الست دي تقضي على أعدائها كلهم كده خلف القضبان بقى في أي داهية تاخدهم أيا كانت نهايتهم السودة. دي النهاية اللي ترضيني. لكن إن أنت تناوليهم كده غرضهم وتديلهم المفتاح تقول لهم أنا انهزمت، اي نعم انت مش بتنهزمي عشانهم او مش بتنسحبي من اليوتيوب عشانهم، ولكن هم هيطلعوا يقولوا كده احنا انتصرنا، خليناها تسيب المجال. وده كان هدفهم، حربهم معاكي في موضوع اسلام ميسي وجانو، هو من ضمن اهدافهم ان انت تختفي من على السوشيال ميديا، ما تبقيش موجوده، لان وجودك بيفكرهم بفشلهم في الموضوع ده، وبيفكرهم باسلام ميسي وجانو اللي مجننهم. وجودك بالنسبة لهم مش صانعة محتوى، لا، وجودك بالنسبة لهم هو اسلام ميسيو جانو، فقضوا عليه خلاص هما كده انتصروا. ده لدرجة ان الراجل ربنا يا رب يرحمه ويغفرله مش سايبينه، لا هما حتى في اخرته هما وراه. فمتخيلة عايزة تهزمي بقى جيوش بتحبك وقلوب كلها بتدعيلك وبتحبك، وتنصري الحشرات دول علينا احنا؟ ليه بتحسسينا بخيبة الامل يعني؟ طب واحنا بقى كنا بنعمل كل ده ليه بقالنا 3 سنين؟ عشان ايه؟ عشان حد في الاخر هيقبل الهزيمه وهيقبل ان هو ينسحب وشكرا على كده وقصته تتقفل على كده؟ ما اصل بعد 2 3 سنين لو انت ما اشتغلتيش على قناتك او ما كنتيش موجوده في قناتك محدش هيفتكر القناه، محدش هيفتكرك، سامحيني. لان الناس من طبعها انها بتنسى. الفنان لو ما عملش مسلسل ولا فيلم ولا بتاع بيتنسي. فانت عايزه بقى تنسحبي تقفلي الدنيا وتفضلي قاعده في وحده كده، ياسمين وفيروز كل واحده فيهم شايفه حياتها وانت قافله بابك عليكي مستنيه اي حد يخبط، وتفضلي قاعده في وحده لا بتصوري ولا بتعملي ولا عندك هدف، امبارح زي بكره زي النهارده وانت قاعده كده وشكرا. لو نزلت زيارة لأهلك ولينا وشكرا على كده، وبعد كده انت قاعدة في فيلتك قاعدة في بيتك ما تعرفيش حد ولا حد يعرف عنك حاجة، دي حياة؟
هل انت كده هتبقي مبسوطة باللي هتعمليه؟ اكيد لأ، ومش هتبقي مبسوطة ومش هتبقي فرحانة باللي هتعمليه. ممكن يوم اتنين تقولي يا ده انا ارتحت من وجع الدماغ، زي اللي بيستقيل من شغله كده اول يومين يقول يا ده انا ارتحت من صحيان بدري، ارتحت من تحكم المدير بتاعي، ارتحت من المواصلات، ارتحت من الهم التقيل، ارتحت من ان انا شايل هم الشغل بتاع بكرة. ده بيبقى اول يومين. اليوم التالت بيبتدي يصحى في نفس ميعاد شغله ويفضل قاعد بيقفف كده، طب وانا يعني هقعد اعمل ايه؟ طب اليوم ما بيمشيش، طب انا عملت كل حاجة، نزلت طلعت خرجت لعبت رياضة قريت اتفرجت على التلفزيون عملت كل حاجة واليوم ما بيمشيش برضو. يا ده كان الشغل رحمة، ده كان الشغل نعمة، ده كان الواحد بينشغل فيه وكان بيرجع كده يعني مهدود، وكان بينام وكان يعني في هدف، كان بيستنى الجمعة والسبت دول بفارغ الصبر. الايام كلها بقت جمعة وسبت، صدقيني مش هتبقي مبسوطة. لو بقيتي مبسوطة في الاول بعد كده مش هتبقي مبسوطة. حطي حياة ميسيو جانو في أواخر أيامه، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. شوف أنت هتقدري تعيشي الحياة دي ولا لأ، وأنا شفتك على أرض الواقع وعارفاكي ومتأكدة إن أنت ما تقدريش تعيشي الحياة دي. أنت إنسانة أكتر حاجة أنا حبيتها فيكي إن أنت بتحب الدنيا، بتحب الحياة، بتحب الخروج، بتحب الفسح، بتحب الانبساط، بتحب الكلام مع الناس، بتحب التصوير جدا طبعا، يعني دي من أهم هواياتك وأنا متأكدة منها. بتعشقيها، بتعشقي الكاميرا، ودي مش حاجة عيب او مش حاجه وحشه فيكي، بالعكس ده انت عرفتي قدراتك فين وعرفتي توظفيها صح. انت قدراتك واللي انت بتعرفي تعملي ان انت تصوري وبتحبي ان انت تصوري، فدي مش حاجه وحشه، بالعكس انت نجحتي في مجال زي ده وعلمتي وبقى ليكي بصمه وبقى ليكي اسم وبقى ليكي جمهور كبير بيستنى فيديوهاتك. خدي فتره من الراحه، الفتره اللي تكفيكي اللي انت عايزاها، بس يا ريت ما تطولش، هي فترة العملية ومش عايزينها كمان، احنا عايزين نطمن عليكي برضه وانت في العملية. شوفي بعد ما تخرجي من العملية كده وانت على سريرك في وسط بناتك، احنا حابين نطمن عليكي ونشوفك وانت بتاكلي الشوربة معانا. في اكتر من كده؟ انا واحدة اهو من جمهورك، انا بقوم الصبح كده اشوف فين مغتربة في فرنسا عملت لي فيديو ايه النهاردة، بشرب فنجان القهوة كده وانا قاعدة بتفرج كده ومبسوطة ومستمتعة زي ما بتفرج على فيلم، بقيتي جزء من حياتنا. فمش بمزاجك ان انت تنسحبي من حياتنا وقت ما تعوزي، ما ده يجيب لنا احنا اكتئاب، يعني ده يجيب لنا احنا شخصيا اكتئاب. اي نعم انت بتقولي انا مش يعني ارباح اليوتيوب انا مش محتاجاها قوي، انا كنت بعمل بيها رفاهيات انا مش عارفة. الموضوع مش حكاية فلوس بس، المجال ده اللي بيخشه مش حكاية فلوس بس، والله العظيم الناس بيتعلق بيهم. يعني انا واحدة من الناس اتعلقت بكل اكاونت عندي، انا عمري ما شفت صاحبهم، لا عمري شفت لا ميلا ولا كيوب ولا ليلى ولا وفاء ولا اي حد من الناس اللي هي دايما بتعلق لي دي، عمري ما شفتهم، ولكن انا متعلقة بيهم نفسيا. حتى متابعيني القدام لما بيغيبوا عن القناة وما بيعلقوش بدخل على الواتساب ارسلهم واسأل عليهم اقول لهم انتوا فين، بحس بوحدة. المجال ده مش بس فلوس، والله والله مش بس فلوس، ما هو اي شغل في الدنيا بيدي فلوس، ولكن المجال ده يعني سموه موقع من وسائل التواصل الاجتماعي. ليه؟ بيخلونا كلنا عيلة واحدة كده، بيخلي فيه ترابط، بيخلي فيه متابعة مستنية ان انت تنزلي اي فيديو تتفرج عليه. انت شخصيا كصانعة محتوى بتبقي مستنية تعليق حبايبك اللي انت عارفاهم اكاونت اكاونت، بتبقي مستنياهم، ولو غابوا تقولي الفيديو ما عجبهمش، هم في حاجه عندهم، بتبقي انت شخصيا قلقان عليهم. فازاي انت عايزه يعني تنسلخي كده من حاجه انت اتعودتي عليها كذا سنه في حياتك؟ خدي فتره النقاهه اللي انت عايزاها، احنا مش معترضين عليها، ولكن ارجعي لنا بكل قوه، ارجعي بفيديوهاتك الجميله، ارجعي بروتيناتك، اشربي معانا القهوه، احكي معانا في اي موضوع انت عايزاه، بسمه وهبه، اسمها ايه، ريهام سعيد، وفاء مكي، ميار الببلاو، احكي في اللي انت عايزاه، محدش هيقول لك حط بلاستر على بقك، ده رايك وانت حره، كل واحد من حقه يقول رايه في الحاجه اللي هو عايزها، طالما موضوع العام فانت من حقك تقولي رايك فيه. سيبك من اللي يقول لك هيرفعوا عليك قضايا وهيرفعوا عليك مش عارف ايه، القانون ليه بنود معينه، طالما ما خالفتهاش خلاص. اطلعي قولي رايك في الحاجه اللي انت عايزاها، صوري المكان اللي انت عايزاه، اعملي اللي انت عايزاه، ولكن خدي حذرك عشان ما حدش يقدر ياذيكي. ومع ذلك اوعي برضه تفرطي في حقك القانوني، اوعي تفرطي في حقك القانوني.
خدي حقك القانوني زي ما انت عايزة، وافضلي مكملة في محتواك ومستمرة في نجاحك. مش اي حد بينجح، النجاح ده هبة من ربنا سبحانه وتعالى. وحب الناس الكبير اللي اتزرع في قلوبهم ليكي ده حاجة يعني مش بتيجي للإنسان مليون مرة في عمره، ده هي مرة واحدة في حياته، ويا تيجي يا ما تجيش. ده في ناس يعني محظوظين زي كده بيجي لهم حب الناس ده، في ناس تانية شبه القرود يعني استغفر الله العظيم يقعدوا ينبحوا في القناة كام سنة ومحدش يشوفهم في طبق اليوم. الكاريزما والقبول وحب الناس دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحطها في عبده. فانت ربنا يعني اداكي كل الحاجات الجميلة دي، تقوم انت عايزة تبعدي عنها ازاي؟ بأني منطق؟ وانا عارفة المحيطين بيكي وعارفة هما بيقولوا لك ايه، وبيقولوا لك اشتري راحتك واشتري دمك وعيشي في سلام وعيشي في هدوء وعيشي مش عارف ايه. معنى كده ان الانسان لو اتعرض لأي مشكلة او اي حاجة يهرب؟ يعني جاي لي حد بلطجي دلوقتي عايز يبلطج وياخد بيتي، اسيبهوله وامشي واقول لا اصل انا عايز اعيش في سلام يا جماعه وهدوء، ولا حارب واقف على رجلي كده لا يا قاتل يا مقتول؟ ده اللي انا افهمه. ما تخليش اي حد قريب ليكي يصدر لك طاقه سلبيه، خليكي دايما بصر نجاحك وبصر للناس اللي بتحبك قبل نجاحك، ما هو نجاحك ده مبني على الناس اللي هي بتحبك. سيبك من اي حاجه تانية، وكل فترة وكل مرحلة انت بتمر بيها هتمر وهتعدي. الليل ما بيفضلش ليل وعتمة طول الوقت، بيجي شروق الشمس وبينور الدنيا كلها. انت في حالة نفسية انا عارفة انت بتمر بايه، وفاة ميسيو جانو، دخولك العملية، الضغوط اللي حواليك، في مليون حالة نفسية حواليك انت وقع تحت ضغوط جامدة، ولكن انا ثقتي ان انت اقوى من ده كله، عمرها ما تتهز. وإلا يبقى انا ما بفهمش في الناس خالص بقى. يعني لو انت عايزه تثبتي ان انا ما بفهمش في الناس خالص يبقى استسلمي بقى، لان انا وجهه نظري فيك ان انت ست قويه جدا وانت اقوى من الظروف دي كلها، وهتمر وهتعدي وهتفتكريها بعد سنه ولا اتنين وتقعدي تضحكي، وهنرجع بعد سنتين ثلاثه من نفس المكان كده وهقعد افكرك بيها واقولك فاكره لما كان فيديو كذا عملتيه كذا، ونقعد نضحك مع بعض. فوقي واعملي عمليتك بمليون سلام يا رب، وترجعي لنا اقوى من الاول، ورجعي لينا لان احنا كلنا جمهورك، وانا واحده من جمهورك اهو، وقلت رايي في قرار اعتزالك، ويا رب تاخدي بيه. اكتبوا لي رايكم يا جماعه في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.